قالوا لا تقلقي، ليس عليك المجيء، فصوتك حسبما أعتقد قبل، لكنني قلقت وأردت الحضور للتأكد من أنه تم احتساب صوتي. نحن هنا لأننا تلقينا اتصالاً مفاده أنه لم يتم احتساب أصواتنا، لذلك جئنا لنقوم بالأمر من جديد. قالوا إنه لن يتم احتساب صوتي إن لم أحضر ما يدل على مكان إقامتي إلى هذا المكتب قبل يوم الجمعة، مع أنني تأكدت وقمت بكل شيء عندما صوت.